برندفو اليوم رح نروح شوي على المناطق بالأطراف بلبنان نشوف المسيحيين يلي المفروض أنه يكونوا متجذرين بأرضهم طبعا بيعانوا صعوبات كثير وبيضطروا للنزوح. الجمعية التعاونية اللبنانية للإنماء عم بتحاول تساعد بطريقة يعني كثير فعالة لحتى يبقوا هالأشخاص بأرضهم والهيئة النتيجة عم بتكون كثير حلوة. معنا بالاستوديو متر سيرج عويس مسؤول في الجمعية التعاونية اللبنانية للإنماء. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير متر عويس. يعني اليوم نحن هالجمعية بتصور أكثر شيء بيميزها هو أنه راعية هو غبطة البطريرك. صحيح. ويعني هدفكم الأساسي أنه المسيحيين يبقوا موجودين بأرضهم ويبقوا موجودين ومرتاحين مش موجودين. صح. ومتضايقين. صح. خبرنا شوي عن هالجمعية. أول شيء غبطة البطريرك هو رئيس الشرف للتعاونية وهو من أبرز المؤسسين وقت تأسست سنة 92. هلا بيهمني اقول لك انه نحن صحيح بنشتغل للمسيحيين بس مش عم نحكي بالمفهوم الضيق للكلمه ومن باب التمييز، بالعكس نحن بيهمنا انه نحافظ على تاريخ لبنان وهويه الاراضي تبعه اللي بتنعرف انه هيدي المنطقه مسيحيه، هيدي مختلطه، هيدي من هالمنطلق نحن نتوجه للمسيحيين فقط. هلا تواحد يبقى مجزر وقاعد بالارض تبعه وما بيترك يعني ما بينزل على بيروت او ما بيسافر، طبعا اللي بيدفع ويعمل هالشيء هو الظرف الامني اولا، ثانيا هو اذا ما كان متمكن ماليا، نحن بنتوجه لهم من هالباب فبنساعدهم نعطيهم قروض للانتاج، فبالتالي وقتها بيصير ينتج وعم بيطلع مصاري ومرتاح وقادر يكفي عائلته بالمصاريف ما بيعود في سبب انه ينزح لبيروت او انه يهاجر. هيدا هو الاسلوب اللي بنشتغل فيه. بس يعني لليوم مثل ما فهمت في اكثر من مليونين دولار انشغل فيهم، كيف وباي طريقه كيف جرى التنظيم على هالموضوع والتعاون مع مين؟ مع الرعايه مع البلديات؟ نعم. يعني لتوصلوا لهالاشخاص المليونين دولار اللي حكيتي عنهم حضرتك هن عطوا قروض فقط بسنه 2014، نحن صرنا عاطيين قروض بحوالي 15 مليون دولار. اليوم القروض هاللي بعضها عم تشتغل يعني مع الناس بحدود الستة مليون دولار. هلا نحن بننظم اجتماعات بالمناطق من خلال الرعاية والبلديات، لأن الرعاية والبلديات هي بتعرف السكان تبعها وهي بتقدر تتوجه لهم، فبيعملوا لنا نحن مثل مقدمة بنطلع وبنعمل اجتماع معهم. بنحمسهم إنه ضروري يشتغلوا، ونحن ما عندنا شرط هون إنه لازم يكون الشغل موجود سابقا أو لا. يعني إذا بده يأسس شغل أو شغله موجود وبده يطوره نحن حده. رح ناخذ وقفة ونرجع نتابع. نرجع لموضوعنا برانديفو. معنا باستوديو متر سيرج عويس مسؤول بالجمعية التعاونية اللبنانية للإنماء واللي بتعنى بالمسيحيين الأطراف ليقدروا يبقوا بأرضهم أو يقدروا يكونوا عم يكون عندهم مشاريع إنمائية، مشاريع بتخليهم يكونوا مرتاحين بحياتهم وهيك تفاديا للنزوح. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة. نرجع من الأول هيك نعرف المشاهدين على هالجمعية يلي عم تشتغل صار لفترة ويلي اليوم كمان عم بتتابع علاقتها الوطيدة مع مسيحي الأطراف. لكن كنا عم نقول أنه نحن الوسيلة تنخلي المسيحيين بمناطقهم هي أنه نحفزهم على الإنتاج، بنأمن لهم قروض صغيرة وهلأ بنحكي على البروغرام لا يقدروا يشتغلوا ويكفوا مصاريفهم العائلية والاجتماعية، فبالتالي ما بعود في سبب أنه ينزح على بيروت أو أنه يسافر خارج البلد. وهيدي إذا بدك الإنماء اليوم هو بيخلق فكرة السلم، عم بحكي على السلم الاجتماعي. نعم. ونحن بس نطلع على المناطق عم نلاحظ في كتير مثلا مناطق فيها مغتربين ببلشوا اللي بقيوا بالمنطقة بينادوا المغتربين إنه بعتوا لنا مصاري، بيجي أموال كتير بيبنوا فيهم كنايس، هذا شيء كتير حلو، دور العبادة والصلاة مهمين، ولكن هذا منه أسلوب ليعلق بالأرض. فنحن بنحاول نقول لهم إنه لازم تشتغلوا. نعم. هلا ما عندنا الإمكانية نقول لهم شو يعملوا. نعم. كل واحد عنده مشروع هو بيعمله على مسؤوليته بيقدر ينتج. وصار عندنا تجربة كتير مهمة إنه الناس وقتها عم بياخدوا عم يرجعوا ياخدوا مرة تانية ومرة ثالثة. وبصيروا يقولوا لبعضهم، وهيدي دليل إنه هالبروجرام ناجح جدا. بس أنتم بتأمنوا لهم قروض. صحيح. طبعا قروض بفوائد كثير واطيه وبتناسب وضعهم، ولكن المشاريع هن بدهم يعملوها، بتتابعوا هالمشاريع؟
بنتابعها بال يعني ما فينا نعطيهم ارشادات ونصح، بس بنشوف وين صاروا. اذا حدا تحسن، اذا حدا تقدم، اذا حدا عنده مشاكل تنقدر او اذا عم يستعمل هالقروض للغايه المطلوبه. هيدي تقريبا نحن شبه اكيدين منها، فوق ال 95% منها، ما فينا ندعي 100% عم تستعمل للغايه اللي عم تنطلب. بس بصير في علاقه نحن وياهم، لانه العلاقه بتنمي كمان جو من الثقه، بيرتد على يعني المصاري اللي بدهم يردوها، وهن بحسوا حالهم انه مرتاحين. بس برجع بقول مش من الناحيه العلميه، يعني ما بنلحقهم بمشاريعهم بعد ما عندنا هالامكانيه. رح نشوف بعد الصور على كل حال على مشاريع حققت اهدافها وحققت نتائج. في اوقات من قرض صغير بيعمل الشخص سكسس ستوري، يعني ببلش من فكره صغيره وبيكبر. واجمالا يعني اهالي المناطق بعارفين مطرح ما هن شو هي الحاجه. صحيح. يعني صح. وهون بيشتغل على الاساس. خلينا نشوف شوي الصور. يعني اغلب المشاريع نحن ما عندنا مشاريع يعني مش ممنوع انه تتمول. نعم. اغلبيتها زراعيه، من مزارع او زراعه خضره او فواكه. هلا عم تشوف هون مزرعه الدجاج مثلا. مثل ما قلتي حضرتك، هن بيعرفوا منهم لوحدهم شو المشاريع اللي ممكن تنتج، خاصه بالمنطقه اللي هن فيها. هيدي مثلا محطه بنزين حسن فيها وصارت خدمته افضل. كمان بالمحطة في محل الدوليب وميكانيك سيارات. في حتى عندنا محلات عم يفتحوا اليوم انستيتيو دو بوتيه، وهذه شغلة مهمة كمان بالمناطق وبالضياع، لأنه النسوان بيهتموا بحالهم وين ما كان، مش بس ببيروت. طبعا أكيد مش ضروري يطرقوا مشوار. صحيح. وهيدي مزرعة بقر كمان هون بمنطقة الشيخ محمد. إذا المشاريع متعددة. هلا حكيت شوي، خلينا نحكي شوي اذا بتحبي عن البروجرام. نعم. القرض شو هو؟ نعم. وشو هون عم نشوف؟ طبعا المؤسسات اللي بتعطي قروض هي عديده، كل وحده عندها اختصاص، بس اللي بيعطوا قروض متعددين. نحن اللي بيميزنا عنهم شوي هي بقيمه القرض. نعم. نحن بنعطي لحد ال 25000 دولار، باقي المؤسسات اكثريتهم بيوصلوا لحد ال 10000. وهون ال 10000 يمكن بطل فعلا قرض يمكن انتاجي، يمكن سندي مش أي بطل قرض انتاجي اكثر ما هو قرض استهلاكي. نعم. بالفوائد نحن بناخذ فايده 6.5%، اقرب شيء لنا 10% فيهم بيوصلوا ل 18. بنتفهم هالشيء لانه القرض الصغير بالدراسات بتقول انه لازم تيكون كافي للمؤسسه اللي عم تشتغله ويكون الفايده 18%. نعم. بس نحن لان عندنا هالهدف الاجتماعي اللي حكينا عنه، ولان عندنا اعضاء بمجلس الاداره والجمعيه العموميه مستعدين يعطوا على طول مساعدات، هالفايده كثير واطيه. نعم. كنا عم نشوف على كل حال المشاريع يلي موجوده، كلها مشاريع مثل ما قلنا زراعيه اجمالا او مزارع كمان، لانه يعني هالاشخاص بهالمناطق عندهم خبره كثير كبيره بهالمجال، وهالخبره عم تنفقد ببقيه مناطق طبعا، لان اليد العامله عم تكون اخف، لانه التوجه عم بيكون توجه اكثر يعني علمي بحت والى اخره، ولكن الخبره الموجوده عند هالاشخاص بهالمناطق مش موجوده محل ثاني، فهذا كمان منيح نحن نستفيد منه، لان مع الوقت رح نصير بحاجه يعني. مزبوط مزبوط. وبنرجع للقروض، فاذا الاشخاص عم ياخذوا قروض على قد ايه وقت؟ صحيح. نحن القرض بنعطيه لحد الخمس سنين، كمان هون اذا بدنا نعمل مقاربه مع المؤسسات الاخرى اكثريتهم بيعطوا لثلاث سنين. بنعطي فتره سماح خاصه للمشاريع الزراعيه، لان نحن بهمنا انه رد القرض يكون من الانتاج. نعم. ما بهمني يرد لي مصاري من غير مطرح، بهمني انه هالمشروع اللي عم يشتغل فيه ينتج ويرد. نعم. فبالمشاريع الزراعية بنعطي فترة سماح ممكن تمتد لحد السنة. نعم. إذا منروح للخمس سنين مع الأخذ بعين الاعتبار فترة السماح، وبتبقى الفايدة نفسها على الخمس سنين 100%. منين إجت الأموال بالأول؟ الأموال مثل ما قلت في متبرعين، لمن أسست هالتعاونية ب 92 صار في مثل أبيل إنه الحرب وقتها بلشت، وقف المدفع بس بلشت اقتصاديا ونزوح بالمناطق. فتعممت على 400 شخص وقتها، ولموا من كل شخص مبلغ أسسوا فيه رأس المال التعاونية اللي هي 800000 دولار. من خلال القروض بلشت هالقروض مع فوائدها تتراكم الأموال. في كمان لازم نذكر اليوم المؤسسات الأجنبية المانحة وعلى رأسهم الوكالة الأمريكية للتنمية، عملوا برنامج مخصص للمؤسسات اللي بتعطي قروض صغيرة، وقدرنا نحن نستفيد من منح منهم بحدود المليون دولار. طبعا في بروسيدور مشينا فيها، لما درسوا هالمؤسسه وشافوا انه عندها هدف ساعدونا بمليون دولار، وساعدونا كمان بدورات تدريبيه
لا اللي بياخذوا قروض ولا الأشخاص اللي موجودين بالمؤسسة. في تعميم مصرف لبنان، حكمية مصرف لبنان اليوم هي بالحقيقة القايمة بالاقتصاد الوطني. كيف الطريقة للتواصل معكم؟ في عندنا أرقام تليفونات 04-713-544 ونحن ما كتبنا بجل الديب بوجه مستشفى أبو جودي. الجمعية التعاونية اللبنانية للإنماء، اليوم كان معنا متر سيرج عويس المسؤول بها الجمعية، أهلا وسهلا فيك. مرسي كلك زوء. يعني تحية لجهودكم وشكرا لوجودك معنا. مشاهدينا وقفي هلأ ومنرجع منتابع نحن وإياكم اللايف.